السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام مع حلقة جديدة من برنامج القراء. قارئ اليوم هو صحابي جليل عرض القرآن كاملا على النبي صلى الله عليه وسلم. ممن عرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه. أرحب بشيخي وحبيبي فضيلة الشيخ أحمد منصور، حياكم الله شيخ شيخ، الحبيب، حياكم الله معلم وبارك القرآن فيكم، والقراءات بالأزهر الشريف. حياكم الله شيخنا وبارك فيكم الله يحفظكم ومدكم بالصحة والعافية وجمعنا بكم دائما على خير. الله يرفع قدرك. قليل من الناس من يعلم أن سيدنا أبو الدرداء من حافظة القرآن، وممن عرضوا القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، وممن علموا القرآن، من أهم مقرئي الصحابة من أهم مقرئي الصحابة. أبو الدرداء طب عايزين رضي الله نعرف عنه. بقى يعني بعد كيف هذا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أبو الدرداء عويمر بن عامر الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه وأرضاه من آخر الأنصار إسلام، أسلم بعد بدر رضي الله عنه وأرضاه، وهو من المعدودين من الصحابة الذين قرأوا القرآن على رسول الله صلى الله عليه صلى الله وسلم، عليه وسلم، وهو من المميزين بالحكمة ورجحان العقل. نعم. استعمل في القضاء، في قضاء الشام في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وتصدر للإقراء. لكن قبل أن نذكر سيرته الطيبة في الإقراء، قل أن أبو الدرداء رضي الله عنه كان تاجرا، فلما حفظ القرآن وتعلم العلم حاول أن يجمع بين الاثنين، بين العلم والتجارة، والقرآن والتجارة. قالوا فلم يستطع فانقطع للقرآن والعلم نعم. رضي الله عنه رضي الله عنه وأرضاه. لذلك احنا بنقول انه برضو يعني اهل القرآن في هذا العصر على اكتافهم احمال كثيرة، واذا فرغوا يعني اذا لم يفرغوا لإقراء القرآن وتعليم النشأ، وانشغلوا مع إقراء القرآن بمتطلباتهم من الأمور الدنيوية لشغلوا عن القرآن بما تحمله عليهم تبعات الأمور الدنيوية من تعنت ومشقة. لذلك يعني ينبغي أن يكرم أهل القرآن وأن يعني يعطوا ما يغنيهم عن الانشغال عن القرآن بغيره، سيدنا لأنه أنت سبيل. تعلم وأنا أعلم وكثير ممن يشاهدنا الآن يعلم أن ما يعطى لمعلم القرآن أقل بكثير مما يعطى لمعلم اللغة الإنجليزية مثلا، يعني ونحن لا يعني ندعو الناس لتعلم اللغات وتعلم العلم طبعا والعلوم الدنيوية، لكن هذا واقع سيدنا. معلم القرآن ليس فقط يحفظ الطالب كلام الله بل يربيه، نعم. يعني أنت كأنك مستأجر واحد لابنك يؤدبه بدل منك، يعني مش أقول بدل منك بس الحمل عليه أكثر من الحمل عليك. يعينك على يعني حتى كان تربيته. يعني هو كان هارون الرشيد لما استخدم الكسائي لتأديب الأمين، قالوا نستخدم الكسائي لتأديب الأمين واليزيدي لتأديب المأمون، وقيل أنه أقرأ الأمين والمأمون. نعم. كان يقول له يا إمام أقرئ ولداي بقراءة حمزة. طيب ده معناه أنه جايبهم ليه؟ جايبهم عشان يأدبهم ويربيهم على القرآن الكريم. نعم. وأجزل له العطاء بل ويعني لازمه حتى مات رضي الله عنه وهما في غزوة في الري في بلاد خراسان. فالشاهد إيه؟ الشاهد انه اهل القرآن اهو صحابي جليل، بل هو اول من سن حلق التحفيظ كما سيدنا أبو الدرداء. أبو الدرداء. نعم. لم يستطع ان يقوم بالامرين معا لما فيه انشغال من يعني عن القرآن بامور الدنيا، وهو ما لا يعني لم يستطع ان يوفيه حقه، ف أعطى بحكمته. هو طبعا كان من حكماء الأمة، حتى نعم. أنهم قارنوا في حكمته بينه وبين معاذ بن جبل رضي الله عنه، رضي قيل الله عنه أنهما أحكم هذه الأمة معاذ بن جبل وأبو الدرداء وأرضاه. نعم. رضي الله عنهما رضي وأرضاه، الله عنه. فتفرغ لإقراء القرآن والعبادة. وهذا من الحكمة. طبعا ده غاية في الحكمة، أن نعم. طلب ما عند الله بما يرضي الله. نعم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني آمين يا رب. يجمعنا به على آمين حوض يا رب. رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمين يا رب. ايه اللي حصل بقى بالنسبه لاول من سن حلقه تحفيظ القران؟ شيخ ابو الدرداء رضي الله عنه قال الذهبي قال لم نعلم انه قرا على غير رسول الله. صلى الله عليه يعني وسلم. هو تلقى القران يعني لم تلقي يتلقى من كامل احد النبي غير صلى الله النبي عليه صلى وسلم. الله عليه وسلم. نعم. واشتهر عنه هذا الامر.
مع الضبط والإتقان. فلما تولى قضاء الشام كان الناس يقدمون للقراءة عليه حتى كثر الناس عليه، فإيه اللي يعمل بقى؟ كان يجلس كل 10 إلى عريف، كما نفعل الآن. كل 10 إن أخطأوا يصلح لهم العريف هذا الخطأ، تمام، ثم إن أشكل الخطأ على العريف رفعه إلى إيه؟ إلى إلى سيدنا أبي أبو الدرداء. الدرداء. وكان من عريفي مجالس أبو الدرداء عبد الله بن عامر الدمشقي رضي الله عنه، نعم، صاحب ما شاء القراءة الله. المشهور. نعم، فكان الطالب إذا أتم ضبط القرآن على العريف تحول منه إلى أبي الدرداء رضي الله عنه، نعم، حتى أنه طلب من أحد عريفي مجلسه أن يحصر له هؤلاء الطلبة فعدوهم زهاء 1600 نفس ما شاء الله، في مسجد دمشق، ما كل شاء الله. 10 عليهم واحد. فهو يعني فهي سنة طيبة نعم، استناها الشيخ القرآن من بعده رضي الله حتى عنه الآن وأرضاه الحلق موجودة في الأزهر الشريف وفي غيره من المساجد. في كل مكان الحمد نعم، لله. بفضل الله تعالى. وينتقل الحفاظ من درجة إلى درجة، من حفظ القرآن وضبطه إلى شيخ مقرئ مجيز، ثم إلى شيخ جامع نعم للقراءات، وهكذا كما كان التدرج عند أبي الدرداء نعم رضي الله عنه. رضي الله وما عنه وأرضاه. يضرش الطالب حتى وإن نبل، لا يضره أن يجلس تحت يد شيخه يقرئ، حتى ولو بلغ درجة عالية من الإتقان. هو عبد الله بن عامر، نعم، عبد الله بن عامر كما سنذكر في سيرته، يعني شيخ ابن الجزري والقارئ يتكلم الرابع. عنه، قال عبد الله بن عامر مناقبه أكثر من أن تعد وفضائله أكثر من أن تستقصى. أنا الله، بس أقطع الجملة دي يعني كفاية، لما يقول ابن نعم الجزري كده على ابن عامر نعم وهو من أجلاء التابعين. يعني عبد الله بن نعم عامر قال ولدت ويعني توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة سلام، ولي عامة. يعني كان صغير في السن لما التقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أقصد يعني عشان كده هو عد من التابعين. في القراء العشر، هو أقدم نعم، القراء العشر هو وأبو جعفر، هو أقدم تلميذ من؟ الناس أبو الدرداء نعم، رضي الله عنه وأرضاه. فيعني أبو الدرداء ما ضر ابن عامر أن يقرئ في حضرة أبي الدرداء، وأنت تجلس وأبو مع ابن الدرداء عامر، يصور عليه. أنت تجلس مع ابن عامر أيضا. صحيح، ما أنا أشرف ابن عامر ما شاء الله. أصلا أنت ابن جعلنا عامر يعني. هذا العصر يا الله مولانا، يرفع قدرك زاد يا الله قدرك شرفا الله وجمالا يرحمه، وجلالا، الله الله يرحمه. يرحمه. فهذه سنة طيبة، أن يتخرج القراء الكبار من تحت أيدي مشايخهم، وأن يدينوا لهم بالفضل، وأن يذعنوا رقابهم لهم حتى ولو ارتقوا في أعلى درجات النبل والكرامة. جميل جدا. طيب، حلق القرآن، وسيدنا أبو الدرداء سن سنة له أجرها بإذن الله تعالى إلى يوم القيامة. طيب، حرمنا الكتاتيب وما كانت تصنع بالرجال وبالأطفال تجعلهم رجال. الآن يعني عايزين ننصح مشاهدينا الكرام أو من يشاهدنا الآن بموضوع العودة إلى التلقي عن طريق الحلقات، لأن ده برضو أصبح الآن قليل جدا. يعني هو السبب الرئيسي في يعني انصراف الناس عن الكتاتيب أن الناس استغنوا بأموالهم عن شيخ الكتاب. بقى بدل ما الطالب يروح للشيخ يقول طب ما أنا أجيب الشيخ لي وأدي له قدر من المال كبير بحيث أنه يشتغل مع ابني بضمير. نعم، وهذا المفهوم مفهوم سيء، حرم الطلبة من التأدب في مجلس العلم بجوار إخوانهم من أهل القرآن. فحتى كده يقولوا نقول احنا مع بعضنا اللي حافظ القرآن في الكتاتيب عد. نعم، ده يعني حقيقة. ما فيش حفظ بعد حفظ الكتاتيب، نعم، ولا تلقي ولا انضباط لسان بعد. حتى واحد من زملائنا في الأزهر كانوا يقولوا عليه انه ما شاء الله حافظ القرآن بأرقام الآيات. إن شاء فنقول له يا الله. شيخ عبد الفتاح انت يعني ازاي حفظت القرآن بأرقام الآيات؟ هل في طريقة لضبط الأمر ده؟ قال لا والله، ده أنا أصلا من كتر كتابتي تحت إيد سيدنا اللوح وقت برقم قديما. الآية حفظته. نعم، شوف الـ يعني الوراثة التي ورثها من قوة الحفظ والذاكرة. سيدنا كانوا يستعينون باليمين، كانوا يكتبون القرآن. الآن الموبايل والآيباد ووسائل الحديثة. ده أنا لي ابن عم يعني أضحك، ولد صغير كده ما شاء الله، ما شاء الله، حسن الوجه، صاحب فكاهة، بيقرئ شيخه في البيت، فوالده جايب له برنامج على اليوتيوب بيردد خلف الشيخ. نعم، فالشيخ اقرا الولد ده القران مره واحده، فبيقول له يلا نعيد مع بعض، قال له لا لا هقرا على اليوتيوب. ما خلاص، مش عايزك يا شيخ. اكتفى بهذه الوسائل عن الشيوخ. لكن وان كانت هذه الوسائل مساعده في الحفظ، الا ان الشيخ هو الاصل. نعم، فالشيخ هو باب الله الذي جعله بين الناس
يوصل إليه من خلال القرآن الكريم. حضرتك شيخنا ذكرتني بطرفة وهي حدثت يعني بالفعل. أحد معلمي القرآن حكى لي أنه كان يذهب كما تفضلت فضلتك، أنه يذهب إلى البيت ليقرأ يعني ولد في بيته، فيقول الولد يضع السماعات في أذنه دائما يعني، تمام، فيقول ويقرأ ما شاء الله، حفظ متميز يعني ما شاء الله. فالشيخ أوقفه، تمام، ورده في إيه؟ في آية في ضبط قراءة. فالولد وقف ولم يستطيع أن يكمل. اقرأ يا ابني، ما أنت كنت ما شاء الله عليك زي البربنت، يعني ما فيش خطأ. اكتشف الشيخ أنه يضع الموبايل في جيبه متصل بالسماعات ويسمع الورد ويقرأه على الشيخ. لا حول ولا قوة. فعندما وقف قطع عليه الوحي. نعم. ده يعني الطالب ده لو كان في الكتاب كان يتعلق على الفلك يعني. نعم، ويستحق والله. والله طبعا يستحق. فالمجالس القرآن دي اللي هي الكتاتيب حرم الناس خيرها، نعم، ولا زالت الحمد لله في بعض لكن الأرياف، قليلة يا سيدي، لكن قليلة. قليلة يعني. هي الفترة اللي فاتت يعني جزا الله القائمين على الأزهر خير الجزاء، فتحوا آخر 3 سنوات موضوع الكتاتيب المرخصة من الأزهر، نعم، وبدأت في الرجوع لكن بشكل بسيط، تحتاج إلى أن يبذل المشايخ جهدا أكبر في إحيائها يعني كمحاضن تربوية لأهل القرآن. نعم، هي إن شاء الله يعني في رجوع، والخير باق فيها وفي أمتي إلى يوم القيامة بإذن الله سبحانه وتعالى، من خلال هذه المكاتب وغيرها بإذن الله، من هذه السنن الطيبة التي سنها الشيخ أبو الدرداء رضي الله عنه. رضي الله عنه وأرضاه. هل من مناقب لشيخنا الشيخ أبو الدرداء يعني سيدنا؟ غير أنه هو انشغل بإقراء القرآن، كذلك ولي القضاء. والقضاء يحتاج القضاء إلى بحث فصل، وبعدين من وفصل بين الناس. حاجة عجيبة جدا، تجد هو عبد الله أبو الدرداء قاضي دمشق، تلميذه عبد الله بن عامر قاضي قاضي دمشق، دمشق، نعم، وبعدين الراوي الذي اشتهرت رواياته عن ابن سيدنا عامر هشام، هشام سيدنا هشام. قاضي دمشق. ايه القصة دي؟ يعني كأنه الله سبحانه وتعالى بحفظهم للقرآن رجح عقولهم وفهمهم الدين، فصاروا أئمة يفصلون بين الناس بكتاب الله سبحانه وتعالى. والقضاء يعني مهنة شقة جدا. طبعا على ما فيها من انشغال ببيان الأحكام الشرعية وتعلمها وتلقيها تلقيا صحيحا، وحسن الاستماع والإصغاء إلى الناس، ثم رجحان العقل في الفصل بين النزاعات، فده إن دل على شيء فإنما يدل على أنهم لما حفظوا القرآن جمعوا به الفضل كله، وفتح الله لهم في أذهانهم بأن يعني صاروا بين الناس يعني علامات يقتدى بها، سواء في حفظهم للقرآن أو بعملهم به أو بفهمهم لمحكمية تنزيله سبحانه وتعالى. كانوا يستفيدون من الوقت سيدنا، يعني القضاء، مجلس القضاء وحلق التعليم، يعني هذا يحتاج إلى وقت وهذا يحتاج إلى وقت، لكن الآن نحن نضيع الوقت. صحيح، الكثير منا يضيع الوقت، شغلنا عنه بما استحدث واستلب علينا من فتن، نسأل الله والله سيدنا. سبحانه الموبايل وتعالى دلوقتي بقى هو الصديق دلوقتي، واليوتيوب بقى هو الصديق، والفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي بقت هي اللي بتاخد الوقت، أو يعني إن شئت فقل تأكل الوقت. أيوة نعم، هي شاغل مشغل، نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يضيع أعمارنا فيها. آمين يا رب العالمين. إنه على كل شيء قدير. يعني جزاك الله خيرا سيدنا، رفع الله قدرك في الدارين، وسعدنا بالكلام عن سيدنا أبو الدرداء. نحن أسعد بك. وأسأل الله أن يعيد الكتاتيب إلى يعني سابق عصرها من أيام سيدنا أبو الدرداء، لأن أنا أعتبر أن الحلقات هي كتاتيب. صحيح. والكتاب كان عبارة عن عريف يقرأ ثم يعود إلى شيخه، يعني كان في الكتاتيب حتى كانوا يفعلون ذلك يعني. نعم. يعني الشيخ يعين عريف على كل مجموعة ثم يعودون يتابعهم ويعودون إليه بما حفظوا. صح. حتى إذا ارتقوا، نعم، ارتقوا من العريف إلى الشيخ الأصلي. من العريف إلى الشيخ. نعم. بارك الله فيك. يعني في نهاية الحلقة بشكر شيخ الحبيب فضل الشيخ أحمد منصور معلم القرآن والقراءات بالأزهر الشريف، جزاكم الله خيرا سيدنا، وعلى وعد بلقاء قادم بإذن الله تعالى مع قارئ جديد من القراء. مشاهدينا الكرام، ألتقي بحضراتكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.